هون، وعادة 60% من رجال فرنك بفوتوا من هيدا المدخل، والبقية بيوزعون على هدول المدخلين، هاد وهاد، منشان إذا انسحبت أي مجموعة أو صار أي شيء بيكون مأمن حاله بالمجموعة الثانية، وهيك بيقدر يناور بين المداخل الثلاثة حسب الظروف. هدول تقريبا بيجوا كل قد إيه؟ كل أسبوع. بس بعد اللي عملتوه توقعوا يجوا بأي لحظة. الله يستر. هيستر طول ما قلوبنا على بعض، هيستر.